تخشاه. هسه فلما قضى زيد منها وطرا، هسه هاي القضية فلما قضى زيد، هذا زيد اسم علم كما هو المشهور عندما نقول زيد يعني ماذا؟ ها؟ يعني اسم شخص وهو زيد بن حارث. هذا بعض يقول لا، القرآن عادة عندما يذكر مثل هذه القضايا لا يعتني بالأسماء وإنما يذكر الواقعة. تقول هنا قال زيد، يقول لا، هذا الزيد هنا مو بمعنى زيد اسم شخص كما تقول جاء زيد، هذا جاء زيد مثل فلان، بدل ما تخلي فلان ماذا تقل؟ فزيد مو اسم شخص معين، وإنما القرآن دا يشير إلى ماذا؟ إلى شخص. هسه من هو الشخص؟ فليذكره التاريخ، لأن التاريخ لا يعتني بهذا. هذا باب مهم في فهم النص القرآني، هسه في محل آخر أنا ما أريد أدخل له. فلما قضى زيد، يعني فلما قضى فلان، لماذا؟ لأن القرآن لا يعتني بالأسماء، هذا مو أسلوبه. هنا في عشرات الموارد عندما يتكلم عن عزيز مصر يأتي باسمه، أبدا لا يهمه عزيز مصر. هسه يكون مولانا نابليون لو يكون مولانا فلان البابلي، هذا لا يهمه. في أي تاريخ مولانا؟ في القرن السابع قبل الميلاد و12 ميلاد، مش لا يهمني. أنا دا أنقل ماذا؟ أنقل الواقع، ولي هدف وغاية وحكمة من ذكر الواقع. نعم، لم أترك القرآن خليلا، وهكذا وهكذا وهكذا. قلت لك إذا تأتي إلى منطق القرآن تجد منطق القرآن أساسا من يذكر تاريخ الأنبياء في القرآن. تاريخ الأنبياء عادة لا يأتي لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالاسم ولا بالحوادث ولا، وإنما يلتقط أو يأخذ وينتقي تلك الحادثة التي تدخل في ضمن منظومته معرفية. إذن فلما قضى زيد، يعني فلما قضى فلان منها وطر، هذا بحث. بحث آخر يقول لا، الروايات قالت أنه، وأنا أتصور منشأ الاشتباه جاء من أين؟ جاء من زيد اللي وارد في الآية وزيد اللي هو صاحب القضية، مع أنه أنت عموما في اللغة العربية، في اللغة العربية عندما تريد أن تأتي تقول زيد وعمر، هذا زيد وعمر، مو تريد أن تشير إلى شخص اسمه زيد وشخص اسمه عمر. أو تقول خالد، في كثير من الموارد تقول ماذا؟ خالد، يعني شنو؟ يعني خالد شخص معين اسمه خالد بن الوليد، لا مو هكذا، وإنما تريد أن تقول في النتيجة بدل أن تقول فلان وفلان وفلان تقول زيد وعمر وخالد مولان، ما أدري. هسه هذا بحث في محلي، بحث يعني حاشية مولان. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، هذا ذكرته حتى بكرة أرد أستند إليه، لا تقول زيدنا هذه منين جبها؟ يعني قرآن ده يقول زيد. يا عزيزي أخو أنت روح انظر الاستعمالات القرآنية لترى القاعدة.